احنا بالاحد من الشر، احنا بنص الصمد. عشان هيك اللي حسب الكنيسه الكاثوليكيه اكيد، بس اقول اذا اللي بلش في صمده قدامهم يرجع يشوف، لانه وقيت عن نفس طويل ما عندنا كثير، نرجع نشدد حالنا حتى نتابع صمنا ونحمل ثمار هالاختبار. بدي روح انا وياكم يسوع قبل هالانجيل هيدا، احنا بلوقا 15. يسوع يدخل بيت احد الفريسيين ويؤكل الخطأ هناك. إذن الفريسيين موجودين، يسوع عم ياكل مع خطأ. تدمر الفريسيين عليه، كيف يدخل بيت انسان خاطئ ويأكل معه؟ إذن يسوع مع التدمر ما جاوب. نحن حكي كلمة أنا بلد عليه اثنين، يسوع ما عمل هيك. يسوع عطى ثلاث أمثلة طيعطي جواب، والثلاث أمثلة بيحكي فيهم عن خروف الضائع، ضيع خروف كيف ترك 99 بحثاً عن خروف الضائع، بس دقيقة كان فرح في السماء. بيحكي عن مثل تاني، المرأة الفلسطينية يلي أضاعت درهم من أصل 10 دراهم قدمهم بيا، قالون قيمتهم مش بس المادية، قيمتهم هدية العرس، هدية ثمينة جداً. لذلك هالهدية ثمينة ضوت الضوء وبلشت تكنس مثل كل النساء، بفتشوا على التفاصيل، فتشت على ممنوع يضيع شيء بالبيت، هيك تعمل المرأة وهذا شيء جيد، يعني مش عم نحكي عن شيء مش منيح. فتشت تلاقي الدرهم، فرحت، فرحوا جيرانه، فرحوا كل الناس، ونحن فرحانين يوم لأنه لقي الدرهم وقال له شو كنت سكتها من أيام يسوع لليوم. اوكي، تاني شغلة بدي أقولها كمان، عطى مثل ثالث، والمثل الثالث هو مثل ابن الشاطر. طيب وعطى جواب يعني من دون ما يفوت بجدل، ما يسوع ما بيحب الجدل العقيم، والناس بتفتش وين في مشكلة، حتى حط إصبعي أو منخوري أو نبتة، ردوا بغير طرق في بصمتهم مليون شغلة. هالمثل شو حلو هالمثل، أول شيء بي عم يحكي في غياب للأم، ما بعرف يمكن موجودي مش موجودي، بس أنا بقول لو كانت موجودة أقولكم كان صار اللي صار، كانت خليت ابنها يروح، ما بعرف، بس عم فكر هيك اجتهاد. بس طلب أن يأخذ ميراثه، نص حصته يخدم من بيه، وهذا شيء مخالف للقانون، لأنه بينطروا كان تيموت البي تيورته، لأنه ما كانوا يعني حصر الارث كان هين من زمان، بقى مشان هيك مش مثل ايام. هذا الزلمه يخالف القانون، رغم ذلك ما عارض. وشوفوا هم بيقولنا وبعد ايام قليله، ليه؟ الزلمه اللي راح بده يسافر ياخذ حصته كان بيقدر يقول له هالارض لإلك، لانه اغلبيه يمكن الشام هالارض لإلك وهذا البيت لإلك، لا هون هذا الزلمة أخذ نقدي، مشان هيك نطر بيو تيبيع كم أرض حتى يأخذ نقدي، معه يمكن شوي نقدي بس هيك، لأنه ما كانش حاطط أكيد مصاري بالبنك هذيك الوقت، بس إنه هذا الزلمة نطر شوي وعطى ابنه الحصة من الميراث وسافر إلى بلد بعيد. اختبار الغربة هون قدي مزعج، اختبار البعيد قدي مزعج، وهذا الاختبار كلنا بنعيشه بمحل معين. هاي خطيتنا بتاخذنا وسافر الى بلد بعيد، هل بعيد واختبار الخطي، ولكن منه بعيد عن الله، لانه شو بيقولنا الرب، بيقولنا ولما راه اتيا من بعيد، ما في محل بعيد، حتى انت بعمل اختبارك بالخطيه عينين الله عليك وبانتظارك الله ناطر. هذا الاختبار يلي إذا ما بعرف إذا لاحظتوا بهالنص مثل النصين اللي قبل، هونيك يسوع فات على بيت إنسان خاطئ، وإنه الخطأ هني بيجوا لعنده، هون يسوع لا، هو يبحث، هو عم بيفتش، هو عم مش إنه ناطر تميل يجوا لعنده، هو بيقول. وإذا بتلاحظوا هون بهالنص في ثلاث حيوانات، ما بعرف إذا شي مرة
تميتوا متذكرين شو هن الحيوانات في الخنزير في العشرة المسمى في الجديد وثلاثتهم قالوا ولو ما بتعطيني جدي أتنعم به مع أصدقائي وبعد ذا الشيء مرة انتبهتوا لهم بس الخنزير هو علامة نجاسة ورمز لاختبار الخطية هيدا من ناحية عشر المسمن وعلامة فرح عيد نعرف نحتفل الجدي هو على اليسار إنه أنا بعيد عن الله هيدا صورة الابن الكبير يلي رافض ومأسى قلبه ما بده خيه يرجع هيدي كمان نحن وقت منعيشها لأنه هون نحن مش قدام خطيئة خطيئة الابن الصغير اللي صرف ماله هي بس هون بيقول صرف ماله بس ما بيحكوا كيف صرفهم بس الخي الكبير بيحدد صرف ماله على الزواني لا قال له لا مالك أخيك شوي وع خيك انتبهوا على بعضكم دايما مهم ننتبه على أخوتنا كتير مهم يعني ولكن هوني منشوف أثبت قلبه هالروح الفريسية تماما الموجودة فيه الحلو لما نرجع شوفوا قرر أول شيء بالفكر أقوم وأذهب إلى أبي وبقول له خطئت إلى السماء وإليه ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا تاني شغلي واعتبرني كأحد الأجراء بس وصل عند بيو ما خلي يركع قال له خطئت إلى السماء وإليك ولست أصحب أن أدعى لك ابنا ما خليه يكمل حتى بالإنجيل إذا فرجيكم إياه حاطين ثلاث نقط ما قال له اعتبرني كأحد الأجراء خلصت الخبرية ما أنا ديجا سامحك هي غفران الله هي رحمة الله وغمروا ليك شو حلو كنت عم بقرا شوي بقلب هالنص هيك شوي بعد شروحات بيقولوا قبله طويلا هالقبلة اللي عم بيبوسوا اياها هي هون ورا هالعلاقة الحميمية اللي بتصير بالزواج هيدا كأنه انا متحد فيه لكن شو بيعملوا؟ لأنه الحيوانات بيذبحوهم من قدام بينما الإنسان إذا بدهم بيذبحوه من ورا لأنه شرايينا من ورا بقى مشان هيك هو أنت اللي بتستحق الذبح أنا جاي محل ما لازم كان يذبحوه جاي أغفر لك جاي أحبك جاي ابني عهد جديد معك داي حلو وغفر له كل شيء ولبن أخذنا للاحتفال مع الله لما بنرجع يخذنا الاحتفال تو والحداء حذاء شغلة مهمة هون ما بعرف إذا عرفتوا أو أنتوا هيك بس شغلة كتير أساسية مع موسى بيقول له اخلعنا عليك من رجليك ليه؟ لأنه من زمان كان كل شخص بريد يفوت على بيت حدا لازم يفوت حافي إذا لابس صباطه معناتها بده يستولي على البيت هالأرض أنت ضيف عليها من هون هو راجع هلا هو ضيف منه ما عابر منه بقى الابن عم بيلبسه حذاء حتى يقول له أنت صرت صاحب البيت أنت صرت السيد كمان معي أنت صرت شريكي منك بقى ضيف وانتو ما تبقوا ضيوف رجعوا فتشوا هل حريتي او انت مستعملها غلط استقلاليتنا مستعملها غلط تخدنا لتجارب كتيره قدام هم اليوم هيك نرجع للرب بطرح سؤال اخير برايكم الابن الكبير رجع فات على البيت ايه او لا فات ما بيقولوا انت شايف شو رايك بتقول ايه؟ ليش؟ مين بيقول لا؟ لا؟ نعم رفض النعم بصراحة ما حدا بيعرف والإنجيل هون يعني نحن ما فينا نقرأ الإنجيل بدون ما نكون فيه ولا مرة أنا بقلب الإنجيل والإنجيل هيدا هو إنجيلنا أنا بدي أخذ أنا الخي الكبير أنا بدي أخذ القرار يفوت أو عبالكم تفوتوا تقبلوا بإخوتكم أوكي يلا زبطت معنا أوكي بقى هيدا الدور تبعنا ما تبقوا برا وقبلوا بعودة إخوتنا نرجع نحتفل ونعيد لأنه كل حدا
بيكون خاطئ، بيكون ميتا فعاش وضلا فضل.